المشروع الذي يبحث عنه ياسين عدلي في المنتخب الفرنسي؟ ميدو. اولا قضيه اللعب هو هذا ويبقى اختياره الشخصي اختيار حر. هو اختار اللعب للمنتخب الفرنسي هو حر في ذلك. مثل ما قال قاسي سعيد نتمنى الا ياتي بعد موسمين من الان يقول لك لا خيار الجزائر خيار القلب. ولما اسمع قسما وكل ذلك الخطاب الانشائي الذي لا محل له من الاعراب فقط هو اختار علينا ان نحترم قراره ونطوي صفحته ولن ياتي للمنتخب الوطني. لكن لما نتحدث كرويا هذا اللاعب لما هذا الموسم فقط اللي عاد فيه التشكيل الاساسي لنادي ميلانو بدا يحصل على دقائق وبدا يثبت نفسه شيئا فشيئا كاساسي رفقه اسماعيل بن ناصر في خط وسط نادي ميلان كاساسي. انا ما لم يعجبني في تصريحه هو لما قال لك اريد اللعب في المستوى العالي لاننا نحن لا نلعب في الحضيض ايضا نلعب ايضا في المستوى العالي في قاره افريقيا ونتاهل لما نتاهل لكاس العالم نروح لكاس العالم مستوى عالي. انك تقول اريد اللعب في المستوى العالي انا لي بالنسبه لي هو احتقار قليلا للجزائر. حتى اللاعبين اللي سبقوه لم يصرحوا بهذا النوع من التصريح اريد اللعب في المستوى العالي وكانه يرى نفسه فوق مستوى اعلى بكثير من مستوى المنتخب الجزائري في حين انه لما تشوف بينه وبين اسماعيل بن ناصر في اوج العطاء اسماعيل بن ناصر افضل منه بمراحل في منصب الذي اصبح يلعب فيه لانه منصبه لما كان في بوردو كان اكثر هجومي كان وسط ميدان هجومي اكثر مع بيولي ولا وسط ميدان دفاعي بخصائص مختلفه عن اسماعيل بن ناصر لما يلعب معه ولا راينار اللاعب الهولندي ولا لما يلعب فوقهم لوفتس تشيك. المهم هذه هي خصائص ياسين عدلي. بقي فقط هل سيستدعى المنتخب الفرنسي ام لا. اليوم سؤال ايضا الذي يطرح هل تلقى ضمانات من اجل ان يستدعى للمنتخب الفرنسي وبذلك هو صرح بهذا التصريح ام خرج بهذا التصريح من اجل لفت انتباه ديدي شنو يقولوا ديدي جو سوي لا راني هنا الى تريد ان تضع ثقه في امكانياتي لكي العب كاس اوروبا مع المنتخب الفرنسي فانا حاضر. وتصريحه هذا بانه يريد اللعب للمنتخب الفرنسي ليس هو الاول حتى في اللاعبين اليوم متواجدين في المنتخب الوطني صرحوا بانهم يريدون اللعب للمنتخب الفرنسي، هناك من وصل الى المنتخب لذلك الفرنسي لذلك قال لك قاسي سعيد العقليه يجب ان تتغير الان فوالا، لذلك هنالك من وصل للمنتخب الفرنسي الاول ولعب مباراه واحده اللي هو حسام عوار، هنالك من اراد اللعب للمنتخب الفرنسي ولم يصل للمنتخب الاول اللي هو امين كويري ولاعبين اخرين، لانه هنا يستحضرني تصريح للناخب السابق كان صرح به وهذا حقيقه، قال لك منذ مصطفى الزيتوني سنه 1958 قبل مونديال 58 ولا لاعب رفض المنتخب الفرنسي الاول ولا لاعب كان عنده استدعاء المنتخب الفرنسي الاول استدعاء المنتخب الجزائري الاول مثلا ورفض استدعاء المنتخب الفرنسي الاول. تحدث عن المنتخب ما تحدثنيش على المنتخب الاولمبيين. منتخب الاولمبيين امين كويري هو الهداف التاريخي لفئه شوبانيه للمنتخب الفرنسي. تحدث عن المنتخب الاول لم يصل هنالك لاعب وصله استدعاء من المنتخب الفرنسي الاول والمنتخب الجزائري الاول وفضل المنتخب الجزائري الاول على المنتخب الفرنسي. هذه كان هناك لاعبون اعلنوا بانهم يريدون اللعب على شايبي مثلا في سن العشرين اختار المنتخب الجزائري. زياني لما كان في عوج عطائه مع مارسيليا بودبوز بودبوز طالب بودبوز لكن هؤلاء لم يكونوا يملكون استدعاءات من المنتخب الفرنسي الاول. هذا يبقى قضيه قناعات واختيارات علينا احترامها. هو اختار لكن لا تعد بعد موسمين وكاننا شغل كما قال لهم دومينيك على مقني لما جاء المنتخب الجزائري قال لهم مورادي لا شوازي لا جيري سي ان شوا باغ ديفو. حنا اوني با ما درناش شغل اخر محطه لانقاذ مشوارك الكروي من عدم وجود مسيره دوليه انك تختار الجزائر يعني شغل هذاك الحل الاخر كاع اللي ديرو. نعم ميدو اعتبر بان عدلي اساء للمنتخب الجزائري بتصريحه بانه يريد ان يلعب في المستوى العالي وكان اللاعب في افريقيا او اللاعب للجزائر ليس لاعبا في المستوى العالي، كيف تقرا هذا التصريح؟ هي قراءتي سهله محمد. فرنسا قادره تفوز بكاس العالم، فرنسا قادره تفوز بكاس اوروبا، هذا واش كان يقصد هذا الانسان هذايا؟ نعم يعني المستوى العالي وحنا ماناش قادرين نفوزوا بكاس العالم للاسف راك شوف حتى ما نوليوش المهازل تاع كاس افريقيا. انا وين ما شاطرش ميدو لما يتكلم على ابو الامين على اللعب هذايا هل عنده مكانته في المنتخب الفرنسي؟ اولا لم يستدعى بعد الى حد الان ياك يعني. ولما يستدعى لامين في الفوتبول كما يقول لك تو بو اريفي فيت يعني كل شيء يتغير بسرعه محمد تغير الاحوال. انا شفت عده لاعبين هنا يعني نعطيك انا مثال ديالي في المنتخب الوطني كانت ارماده
امامي تاع اللاعبين اللي كانوا يلعبوا في هذاك وسط الميدان استرجاعي، كانت ارماده تاع اللاعبين، ولكن لما عطاني المدرب فرصه خديتها لامين. هنا ما تجيبش تقول عنده تشواميني ولا عنده كامافينغا ولا عنده هذا ولا عنده هذا. نظن باللي هذا الانسان هذايا اذا حب يلعب في المنتخب الفرنسي ويستدعيه الناخب الوطني الفرنسي كلش ممكن. بعد ما عندوش مستوى المنتخب الفرنسي، معليش هذا رايي، ونعطيتك علاش. احنا نحكموا على المعطيات، المعطيات الراهنه ما يملكه المنتخب الفرنسي في وسط الميدان، لا مكان لعدلي وسط هؤلاء النجوم. هذا واش حبيت نقول لك انا، ما لم يعطينا دلائل عن انه لاعب وسط كبير يستحق ان يكون مع المنتخب الفرنسي او يستطيع ان يحصل على مكانه مع المنتخب الفرنسي. بعد ذلك هذا يبقى مجرد غيب، الايام بيننا ان كان عدلي سيلعب مع المنتخب الفرنسي او لا. الان على على الاتحاديه الجزائريه لكره القدم ان تهتم بالتكوين وان تهتم بالمواهب الموجوده هنا في الجزائر. في وقتكم لما كان الاهتمام الاول للمسؤولين الجزائريين هو التكوين والاعتماد على المنتوج المحلي، كان ياتي العديد من اللاعبون من اللاعبين عفوا من الدوريات من الدوري الفرنسي، خصوصا الدوري الفرنسي، خريجي المدرسه الفرنسيه يبقون كاحتياطيين بكل سعاده وبكل سرور للاعبين مثل بلومي، مثل قاسي سعيد، مثل عصاد، مثل ماجر، مثل العديد من الاسماء، مثل مرزقان. بالنسبه لتوقيت هذه التصريحات، يعني لا توجد مواعيد دولية، لا توجد مباريات رسمية، لا توجد استدعاءات للمنتخبات الوطنية، يعني لماذا بالضبط في هذا الوقت خرج عدلي وقال اختار المنتخب الفرنسي؟ البعض ربطه بتعيين بيتكوفيتش على رأس المنتخب الوطني الجزائري، وبداية الحديث على أنه بيتكوفيتش كانت تربطه علاقة بعدلي لما دربه في بوردو، ويمكن الآن أن يأتي عدلي إلى الجزائر، لذلك ربما اللاعب خرج وحاول أن يقطع الطريق على المنتخب الوطني. ممكن محمد، خاصة اليوم يعني ما شفناش الناخب الوطني أو الاتحادية يعني تحركت في هذا المسار هذا باش يتكلموا مع عدلي. نظن باللي التصريح تاع عدلي بعد ما شافوا بعد ما أولوا الصحفيين أن بيتكوفيتش عنده يعني تعثير على اللاعب هذايا يقدر يعني يجيبوا للمنتخب الوطني، وهو خرج بهذا التصريح هذايا يقول لك خليوني ترونكيل انا مازال نفكر في المنتخب الفرنسي. ربما كما تكلمت عن بيتكوفيتش. بيتكوفيتش امين اسمح لي تحدث لما سئل على موضوع عدلي قال لك بوركي ايون ماتريمونيو، يعني لما تريد ان يكون زواج يجب ان يكون برضا طرفين، وقال لك اليوم نحن انا افضل الحديث عن اللاعبين الذين املكهم. التصريح هذا موجود يوم الاثنين الماضي فقط صرح به بيتكوفيتش في اول ندوه صحفيه، وكانه ربما كان يعرف ربما تفكير اللاعب من قبل، لانه لو كان ممكن ما كانش في باله ممكن تفكير اللاعب ما يصرحش بصريح هذا. قال لكي يتم الزواج يجب ان يكون رضا طرفين، وهذا هو اعطى مثال بالزواج لكي يضرب مثل فقط، يعني لكي ياتي اللاعب للمنتخب ونعمله مع بعض يجب ان يكون رضا طرفين، يعني انا المدرب سأقبل بهذا اللاعب، لكن هل اللاعب يريد القدوم للعب في المنتخب الجزائري؟ كان سبق الأحداث وبعدها جاء تصريح عدلي. فقط بخصوص الوقت، الوقت لم يبقى كثيرا حتى الاستدعاءات تكون قد وجهت للاعبين الأندية التي تملك لاعبين دوليين. ربما كما قلت لك قبل قليل قد يكون عنده دي غارونتي كيسخا كونفوكي في 16 تاع المواد مارس هذا باش يشوفوا عن قرب ديشون، لانه لا يمكن ان يستدعيه في شهر ماي وبعدين لاول مره ويروح يمشي لكاس اوروبا سوف سي لو ان نيفو اكسيلون من لغايه شهر ماي او شهر جوان، مثل ما حدث من العديد من اللاعبين مثل ريبيري وغيرهم اللي كان اول استدعاء لهم في منافسه رسميه وكبرى. ويا اما يريد تلميح لدي ديشون بانه موجود هنا وينتظر المنتخب الفرنسي من اجل لعب كاس اوروبا او حتى ما بعد كاس اوروبا.